السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد، وفيها نبحث مناهج تدريس العلوم الإسلامية من حيث واقع هذا التدريس وطرائقه ومدى انسجامه مع المقاصد الشرعية التي تتوخى منه. فما الأسس التي تبنى عليها مناهج التدريس؟ وما أبرز خصائص وسمات العلوم الإسلامية؟ هل توصل مناهج التدريس وطرائقه إلى المقاصد الشرعية المتوخاة منه؟ هذه نخبة من أسئلة اليوم التي أطرحها على مائدة الحوار مع ضيفي حلقتنا الدكتور نبيل الفولي، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا بكم مرحبا. بداية، لو تحدثنا عن الأسس التي يقوم عليها تدريس العلوم الإسلامية في وقتنا الراهن، ما هي هذه الأسس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم، وبعد، فأحييكم وأحيي السادة المشاهدين. أهلا وسهلا، وأرجو أن يكون طرح هذا الموضوع يعني يلاقي آذانا صاغية، لأنه من الموضوعات الأساسية في حياة الأمم، وطالما التعليم والعملية التعليمية تسير بشكل صحيح فإن هذا يبشر بخير. بالنسبة للأسس التي تقوم عليها العملية التعليمية الآن في عالمنا العربي والإسلامي، لا أستطيع أن أقدم صورة واحدة، لكن الصورة الغالبة تقوم على إنشاء شخصية ليست كما يقولون ليست ممتلئة ثقافيا، ولكن تبدو الهشاشة مسيطرة عليها. نحن عندنا مؤسسات تعليمية ويعني المدارس والجامعات قديمة في عالمنا، لا أتكلم فقط عن الجامعات التي ترجع إلى قرون طويلة سابقة، ولكن حتى الجامعات الحديثة عندنا جامعات صارت عريقة في أكثر البلدان الإسلامية والعربية، ولكن لأن الدولة هي طاغية هذا العصر الحقيقي فإنها دائما لا تنسى التعليم مع الإعلام. يعني إذا كانت تنظر إلى الإعلام على أنه صانع الضمائر في كثير من الأحيان، فإنها تنظر إلى التعليم باعتباره صانع العقلية التي تفكر. وبالتالي أنا أنظر إلى التعليم الآن في عالمنا العربي والإسلامي على أنه عبارة عن مؤسسات متآكلة. يعني لو تعذرني دكتور، ربما هذا نؤخره إلى الحديث عن نتائج وربما الآثار هذه العملية التدريسية، لكن هل ثمة أسس محددة وواضحة وضعت لمناهج التدريس في الجامعات والعلوم والمعاهد والكليات الإسلامية؟ نعم، هو الذي أشعر به في كثير من المناهج التعليمية التي في عالمنا الآن، عالمنا العربي تحديدا، هو أنها لا تريد أن تكون الهوية التي ينتمي إليها المواطن هوية واضحة، بمعنى أن تبقى هذه الهوية هوية هلامية ليست ذات حدود. نحن يعني لنا انتماءاتنا في محيطنا الجغرافي ومحيطنا التاريخي ومحيطنا الثقافي، فتبدو الشخصية شخصية قلقة في انتمائها، ليست محددة، خاصة ما يتعلق بالانتماء إلى الإسلام. نحن نرى أول مستهدف في المناهج في بلادنا هو ما يسمى بالتربية الإسلامية أو المواد الإسلامية، أول مستهدف، لا يستهدفون المواد العامة ولا المواد ما يسمى بالمواد العلمية المتعلقة بالعلوم التجريبية، ولكن أول ما يستهدف هو العلوم المتعلقة بالشريعة، بداية من الصف الأول الابتدائي إلى التخصص الجامعي. هذا أول مستهدف، وهذا يعني أن من أسس العملية التعليمية في بلادنا هو إذابة الهوية أو تحويلها إلى هوية هشة. حتى في الجامعات الإسلامية والمعاهد الإسلامية؟ يعني دائما السياسي في بلادنا ينظر إلى النقد الغربي لمناهجنا التعليمية باعتباره توجيها وأمرا بتغيير المناهج. أنا حقيقة دكتور يعني لست بصدد الحديث عن الإسلام السياسي الذي ربما في كثير من الأحوال يوجه العملية التعليمية، بقدر ما أريد أن نتحدث من فضلك عن الآن هذه الأسس. ما الأسس التي روعيت في وضع مناهج التدريس في الجامعات والعلوم والمعاهد الإسلامية؟ وهناك معاهد وجامعات خاصة، هل هذه الأسس موحدة بين في عالمنا العربي والإسلامي وحتى في الجامعات الإسلامية في أوروبا، أسس موحدة بحيث تنتج لنا جيلا من الباحثين والعلماء لديهم وحدة نفسية وعلمية إذا صح التعبير؟ لا، هي الإشكالية أن هذه الجامعات في أكثرها إما أنها مشروعات تجارية لها أصحابها، إما أنها خاضعة للدولة، فبالتالي سياسة الدولة هي التي تحدد سياسة الجامعة. نعم. ربما نقول هناك كفاءات علمية في بلادنا الإسلامية كانت حريصة على تخريج كوادر علمية تنتمي إلى ثقافتها وفكرها، ولكن مع بروز أصوات الشعوب
كان هناك نوع من الضغط لتغيير وجهات هذه الجامعات وهذه الكليات. نحن نرى في بعض الجامعات أن دولها، دول هذه الجامعات، كانت حريصة على تخريج إنسان ينتمي إلى أيديولوجية الدولة نفسها، أيديولوجية الدولة، سواء كانت مذهبا فقهيا أو كانت يعني إنسان أن نقول مذهبا حتى عقديا. فهناك يعني لا أستطيع، لا أريد أذكر أسماء محددة، لكن هناك جامعات مقيسة على مقياس أيديولوجي تنتمي إليه الدولة، سواء كان يعني سلفيا بالمعنى المعاصر للسلفية أو كان منتميا للمذهب المالكي مثلا كما نرى في بعض بلاد المغرب. هناك جامعات ومؤسسات تعليمية على مقياس الدولة نفسها. المهم أن 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 تكون نوعية المتخرج من هذه الجامعات ليست من النوعية التي تتكلم في العدل، ولا أن تتكلم في المساواة، ولا أن تتكلم في الأمور العامة، إنما يريدون شعوبا مستأنسة. إذن أسس سياسية وليست أسس شرعية أصيلة. الأسس الشرعية صارت تحت الأسس السياسية العامة، بمعنى أن ربما يكون هدف العلماء أو الكوادر العلمية التي تقوم بهذه المسألة هو ما نريده من إنشاء شخصية منتمية بشكل عام، منتمية إلى ثقافتها وإلى بلادها، لكن هذا يكون في حدود ما يوصي به السياسي، بحيث لا يكون هناك خروج على الحدود المرسومة أمام هؤلاء الناس. فحتى النماذج التي تقدم من العلماء، قديما حينما كنا ندرس يعني في كتاب، بعض الكتب تكون عن شخصية ما، فالشخصية قد تكون مجاهدا كبيرا، مثلا يعني درسنا مثلا كتاب كثير عن وإسلامه، ودرست شخصية أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص هكذا. فهذه الأشياء، هذه الدراسات حدث عليها جور، نوع من الجور، بحيث الشخصيات التي تقدم لا تقدم قدوة للشباب، لا تقدم قدوة للطالب الصغير بحيث يترسم خطى هؤلاء. ففي رأيي طبعا هناك سياسات تخضع لها العملية التعليمية في أي بلد، ولكن للأسف الضغط الذي يمثله السياسي، وهو الظل الأسود كما في إحدى روايات الدكتور نجيب الكيلاني، الظل الأسود، هناك ظل أسود يغطي على كل شيء ويخضع كل شيء لحدوده هو، وليس لحدود الهوية سواء كانت وطنية أو دينية أو غير ذلك. نعم، لكن كما هو معروف دكتور، يعني أركان العملية التدريسية يعني أربعة: المدرس والمتلقي والمحتوى وفي النهاية الطريقة. لو بحثنا في هذه الأركان من حيث واقعها في العالم الإسلامي الآن، كيف يمكن تقييمها؟ وأين الخلل؟ أين الضعف؟ أين القوة؟ هل هي بخير هذه الأركان؟ طبعا هي العملية التعليمية لو بسطناها بشكل كبير ستتحول إلى معلم وطالب وكتاب بشكل عام. ولو توفر عندي المعلم وسلمت له العقليات البسيطة الطبيعية، فيستطيع أن يصنع منها شيئا. لكن الخلل يبدو أنه وقع في كل هذه الأركان للأسف الشديد. فالمناهج حدث جور عليها، فرغت من مضمونها، تخيروا بينها ما يناسبهم ويلائمهم وحذفوا ما لا يلائمهم. كيف ذاك؟ هذه النقطة المهمة دكتور، لو سمحت لأن توضح لنا أو تفصل، يعني كيف فرغت من مضمونها؟ ما مظاهر هذا التفريغ؟ على سبيل المثال، حينما عقدت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في أواخر السبعينيات، تم حذف بعض المقررات وبعض الموضوعات. لكن هذه حالة فردية. أنا سأتكلم مع الوقت الآن، حذفت مادة التربية الإسلامية كلها، وحذفت بعض الكتب المقررة لأنها تتعرض لشخصية لها علاقة بالجهاد في سبيل الله. تتكلم في التعليم العام دكتور أنت الآن. ما هو التعليم، أنا أتكلم عن التعليم من بدايته، لأن المواد الإسلامية تلازم الطالب إلى نهاية المرحلة الثانوية، بعد ذلك يتخصص. ما دخلنا في التخصص إلى الآن، لكن لو تكلمنا عن العملية التعليمية في الكليات الشرعية بشكل محدد. نعم، هذا ما نبحث حديثنا فيه، يعني الكليات والمعاهد والجامعات الإسلامية. يعني عندما تقول مثلا دكتور أنها فرغت من مضمونها وأخذت في مسار آخر غير الذي ينبغي أن تسير فيه، ربما يكون كلام دقيق وحقيقي، لكن يعني له مظاهر خطرة. يعني لو تحدثت لنا عن مظاهر هذا التفريغ دكتور، أين يتبدأ لك وما لكي نبحث أثاره بعد ذلك؟ هو أولا طالب الدراسات الشرعية غالبا من أقل الطلاب مستوى، فأنت لا تصطفي النوعيات التي سيدرس لها المعلم، هذا أمر، وهذا يحدث بالتراكم يؤدي إلى ضعف المعلم بعد ذلك. الأمر الثاني أن
الأستاذ حينما يحاول أن يدرس لطالب يعني هو من أضعف طلاب الثانوي وأضعف طلاب الإعدادي أضعف طلاب الابتدائي، فإنه يعني غالبا يجور على المادة العلمية ولا يعطي الكم المناسب الذي ينشئ عقلية متمكنة في العلوم الشرعية، أو على الأقل يعني تعبر بشكل صحيح عن هويتها وثقافتها. فبالتالي يعني أنا كثيرا ما رأيت الأساتذة في الجامعات يقولون نحن نراعي مستوى الطلاب، نحن نراعي مستوى الطلاب، يقولون هؤلاء مثلا طلاب ضعفاء أو طلاب عجم، في بعض الأحيان يقولون هؤلاء طلاب من العجم، فبالتالي نعطيهم بالقدر الذي يفهمونه. فهذا بالتراكم يعني تعمد أن تكون الكليات الشرعية أولا مستصغرة قليلة القيمة أدى إلى تراكم الضعف بهذه الصورة. ثم الثنائية في التعليم، يعني كلية مثلا جامعة الأزهر أو غيرها، إذا كنت تريد أن تنشئ جامعة للعلوم التجريبية فلا تجعلها مزاحمة للعلوم الشرعية، أعطي العلوم الشرعية مساحتها حتى تتحرك بهدوء، ولا يشعر الطالب بأنه طالب العلوم الشرعية يشعر بأنه أقل قيمة من طلاب كلية الطب وكلية الهندسة. هذه الثنائية أصلا تؤدي إلى أثر نفسي خطير جدا. فالمهم استصغار شأن الكليات التي تدرس العلوم الشرعية. هذا حاصل في دولة في جغرافيا محددة أم هذا معمم على سائر العالم الإسلامي؟ للأسف في الأغلب العام يحدث هذا الخطأ، خطأ استهداف الكليات الشرعية. وأولا كما قلت لكم الطالب الضعيف يؤدي إلى إفشال العملية التعليمية في الأساس. الأمر الثاني الأجيال التي ستنشأ، أنا لا أنفي أن هناك في كل الكليات الشرعية تقريبا التي رأيتها هناك علماء بينهم، لكن ليس كما كان في القديم. لو نظرت في جيل الخمسينيات تجد فطاحل العلماء في كليات الكليات الشرعية، الآن تنظر تجد في كل قسم يعني عالما عالمين ثلاثة وبعض المجتهدين المهتمين، ثم الباقي من عوام الناس ليسوا من أهل العلم في للأسف الشديد. فهذا بسبب هذا التدخل في أو هذا الاستصغار، بل يعني إعطاء الإنفاق على العملية التعليمية فيه نوع من الانحياز لغير الكليات الشرعية، ينفقون على الكليات الأخرى ما لا ينفقون على الكليات الشرعية. نحن لا نريد أن لا نريد التقليل من الإنفاق على الكليات العملية، ولكن نريد أن تكون الكليات الشرعية لها يعني نصيبها الكبير في هذه المسألة، لأنها هي التي تحدد الهوية. يعني أنت الآن تحدثت عن هناك ضعف في المدرس وضعف حتى في الطالب، الطلاب الضعفاء هم الذين يختارون العلوم الشرعية، وضعف في المحتوى من خلال تفريغه من مضمونه ومن غاياته. لكن السؤال، ألا يمكن أن تؤدي طرائق التدريس الحديثة إلى إحداث أثر إيجابي في هذه المنظومة الضعيفة والسلبية كما تحدثت؟ يعني هو من الثابت أن الوسائل تتطور صحيح، والوسائل القديمة كانت ناجحة وستبقى ناجحة، والوسائل الحديثة تساعد. أنا أظن في رأيي الشخصي، ربما هناك من يخالفني، إذا توفر المعلم الجيد والطالب القابل عنده قابلية للتعلم، أي وسيلة قديمة أو جديدة فإنها ستكون مناسبة. ولكن ربما يكون هناك بعض الوسائل التي يعني أدت إلى نشأة عقول يعني ربما ما يشبه الحافظة التي لا تفهم. لا نريد هذه الطرائق، لا نريد طرائق التلقين من جهة واحدة بحيث يتلقى الطالب المعرفة ويكررها فقط، لا نريد هذه النوعية. بمعنى أننا ينبغي أن نجمع بين الوسائل القديمة الناجعة والوسائل الحديثة الناجعة، الجمع بين الأمرين. نحن لا ينبغي أن ننظر إلى الوسائل التي تربت عليها أجيال طويلة كثيرة من العلماء السابقين على أنها محتقرة ولا قيمة لها، وإنما ننظر إلى مدى نجاحها. ليس الميزان ميزان القدم والحداثة للوسيلة، وإنما مدى نجاعتها، لأن بعض العلوم ربما لا يناسبها الوسائل الحديثة، بعض العلوم لا يناسبها الوسائل الحديثة. يعني أحيانا يعني حينما ندرس العلوم الشرعية نحتاج مثلا، وربما يكون هذا سبق لبعض النقاط، نحتاج إلى أن نقرأ شيئا في التراث حتى يكون هناك رباط بين طالب العلوم الشرعية ودارسها وبين تراث أجداده، لأن هذا هو الذي سيبني عليه نظراته وتجديداته للعلم. فإذا قرأنا الكتب القديمة سنحتاج إلى طريقة ربما لا تساعدها الوسائل الحديثة. بشكل مختصر، العملية التعليمية إذا توفر لها المعلم الجيد والطالب القابل بشكل طيب، فالمعلم سيصطفي من الوسائل ما يناسب المحتوى التعليمي الذي يقدمه. نعم دكتور، لكن يعني أنت تحدثت عن موضوع المحتوى، يعني هل أفهم من كلامك أن الآن
في الجامعات الإسلامية وأنت أكاديمي ويعني درست في أكثر من مكان، هل المحتوى الذي يدرس في الجامعات والمعاهد والكليات الإسلامية على امتداد العالم الإسلامي هو غير المحتوى وغير المناهج التي ينبغي أن تكون؟ هل هذه الخلاصة؟ يعني هو الذي يعني يراقب العملية التعليمية في نعم. هذه الجامعات والكليات ربما يجد أننا أصبحنا نتنافس على ما يسمى بالكتاب الجامعي الذي يوفر ربحا للأستاذ، ونؤلف بطريقة ربما سقيمة في كثير من الأحيان. يعني أنا أقف في صف التأليف الحديث لا شك في ذلك، وأن نقدم رؤى حديثة للتخصصات الإسلامية واللغوية وكذا، ولكن لا ينبغي أن نفصل الطالب عن التراث وأسلوبه وطريقته. نريد أن نجمع بين الأمرين، الجمع بين الرؤى الحديثة والتأليف الحديث، وأيضا بين الكتب القديمة والدراسات النصية. هذا يحقق الأمرين، يكون عندي أصالة في الدراسة وأيضا عندي معاصرة ورؤى حديثة تجدد العلم بما يناسب العصر وظروفه التي تحيط بنا. حقيقة دكتور، قبل أن نذهب إلى الفاصل، مناهج تدريس العلوم الإسلامية وطرائق تدريس هذه المناهج يعني ربما تحظى بأهمية كبيرة. السؤال هو إلى أي مدى القائمون على هذه المناهج وهذه الكليات والجامعات الإسلامية مدركين حقيقة لأهمية هذه المناهج وأهمية طرائق تدريسها؟ هل هناك إدراك أم أن هناك نوع من التساهل إذا صح التعبير؟ القائمون على هذه المسائل ما داموا تجاوزوا أو أعطوا أنفسهم القيمة الحقيقية التي تتجاوز كونهم مجرد موظفين، إذا نظر هؤلاء إلى أنفسهم على أنهم مجرد موظفين، فإن العملية التعليمية وموقفهم وموقعهم في هذه المسائل لا يؤدي أي رسالة ولا أي واجب. بإمكان الأستاذ الذي درس العلوم الشرعية، بإمكانه وبإمكان من يشرفون على المناهج في جامعاتنا التي تدرس العلوم الإسلامية وكلياتنا، بإمكانهم أن يعني يعيشوا، ولكن عليهم أن يحملوا رسالة. حمل الرسالة هو الهم الذي يفرق بين شخص وآخر. الذي يحمل رسالة سيؤدي واجبه كما ينبغي ويرزق ويأخذ راتبه، لن يحرم من هذا. أما إذا اعتبر أنه مجرد موظف يؤدي يعني ما يملى عليه، أو بل يتزلف البعض لكي يرضي القائمين على الأمر، فهذا يضيع رسالتهم ويجعل موقفهم مخيبا لآمال أمتهم بشكل عام. حقيقة دكتور، سنعود للحديث عن طرق وكيفية صوغ الباحثين والعلماء الإسلاميين في الكليات والجامعات الإسلامية مقرونا بالحديث عن خصائص العلوم الإسلامية، ولكن وصلنا إلى الفاصل. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى الفاصل الأول من حلقة اليوم، نعود إليكم بعد قليل. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن مناهج تدريس العلوم الإسلامية ومدى تحقيقها للمقاصد الشرعية منها، والحديث دائما مع الدكتور نبيل الفولي. أجدد الترحيب بكم دكتور. قبل الانتقال إلى كيفية تمرير المحتوى الإسلامي إلى المتلقين في عملية صوغ الباحثين والخريجين في الكليات والجامعات الإسلامية، قبل ذلك هل ثمة خصائص العلوم الإسلامية تنفرد بها عن سائر العلوم الزمنية الأخرى أم أنهما متشابهان؟ يتشابهان في أشياء ويختلفان في أشياء أخرى. ما يختلفان هنا؟ يعني أولا دعنا نقول يعني ما يتفقان فيه. طيب. هو العلوم عبارة عن معارف منظمة تقدم مجموعة من القوانين العامة حول موضوع ما. هذا ينطبق على كل العلوم، مجموعة من المعارف المنظمة حول موضوع ما. وربما يقول بعض الناس هنا العلوم الشرعية تكون علوم نظرية وهذه علوم عملية. لا، العلوم الشرعية علوم عملية وليست علوم نظرية. يخطئ بعض الناس ويظن أن العلوم الشرعية علوم نظرية، هي علوم عملية. وهذا ما أريد أن أقوله في يعني أنه وجه مشابهة وجه اختلاف. نعم. العلوم الكيمياء والفيزياء وهذه العلوم علوم عملية، لأن الرجل يذهب إلى معمله ويقوم بإجراءات معينة، في كما يقولون يعزل العينة ويقوم بالتجربة عليها بشكل أو بآخر.
في نطاق الإسلامي علومنا عملية، لأنها لأن المقصود منها ليس التزين بالمعرفة ولكن التطبيق، تطبيق المعرفة. وهذا ما نريد أن أقوله، أريد أن أقوله في أن العلوم الإسلامية ميزتها الكبرى هي أنها تتعلم ليعمل بها، تتعلم ليعمل بها، فهي منهج حياة. الإنسان الغربي حينما يدرس العلوم الحديثة، العلوم التجريبية الحديثة، هي لا تعبر عن هويته، هو يعرف هذا. إذا ما الذي يعبر عن هويته؟ علوم التاريخ والعلوم الاجتماعية النظرية. هذه العلوم النظرية. نحن ما الذي يعبر عن شخصيتنا وهويتنا؟ الشرعية. العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية أيضا الخاصة بنا. فنحن عندنا مساحة انتماء أوسع بكثير من انتماءات هؤلاء. يقولون لما قامت أمريكا، الولايات المتحدة، لما قامت الدولة كان عندهم إشكالية، هو أنه ليس لهم تاريخ سابق، وبالتالي ليس لهم هوية محددة. فنحن لسنا من هذا النوع، بفضل الله تعالى نحن عندنا مساحة انتماء واسعة جدا، عندنا تاريخنا وعندنا جغرافيتنا وعندنا الرباطات العرقية التي الهائلة بين يعني شعوب الأمة، وعندنا أيضا العلوم الإسلامية الشرعية المعبرة عن هويتنا لأنها محاولة من أصحابها لفهم النصوص الشرعية. هناك أيضا شيء آخر في العلوم الشرعية تمتاز به، وهو ربما يعني هو أنها جهود بشرية. العلوم الإسلامية جهود بشرية. الشيء الوحيد الذي ليس جهدا بشريا هو الوحي، الوحي أو الوحيان كما يقال. أما هذه فجهود بشرية، جهود بشرية. طبعا ليس هذا انتقاصا منها، ولكن جهود، لكنها جهود بشرية، يعني أن الإنسان يعرضها على مقاييس الشريعة ومقاييس على الكتاب والسنة، طبعا أصحاب الكفاءة والقدرة طبعا، ويثبتون لها صحتها وعدم صحتها. وطبعا هو تراثنا مملوء بالخير والصحة طبعا. هذه المقاصد، يعني قبل أن أنتقل للسؤال التالي، لكن باختصار من فضلك دكتور، هذه الخصائص العلوم الإسلامية ألا ينبغي أن تنعكس إيجابا على طرائق ووسائل التعليم وحتى على مناهج التدريس؟ هذه الخصائص فرصة لمن يخلص لهذه الأمة لكي يعمق انتماء الناس إلى وطنهم وإلى مجتمعهم، وإلى يعني أقصد بهذا أنه لو قام ولي الأمر المخلص فإن أمامه مساحة كبيرة جدا لكي يربط هذه الأمة بالمنظومة التي ينتمون إليها. فكونها علوما عملية معناها أن الإنسان الذي تنشئه بالتعليم الإسلامي الصحيح أنت تعلمه أن يكون أمينا وأن يكون متعاونا على الخير وأن يكون يعني مرتبطا بالله سبحانه وتعالى وأن يكون إيجابيا تجاه البشرية وأن يحمل مشاعر الخير للناس من حوله ويحمل كل هذه المبادئ والمعاني الخيرية والقيم الفاضلة التي يحملها الشرع الإسلامي. لا شك أن العلوم الإسلامية دكتور نبيل لها مقاصد من وراء تعلمها. السؤال هنا يعني بالنسبة للمدرس وبالنسبة للمتلقي، ما الذي ينبغي أن يكون مستحضرا في ذهنه وفي نفسه عندما يدرس المدرس وعندما يتلقى المتلقي المتعلم؟ ما هي المقاصد التي ينبغي أن أو الغايات التي ينبغي أن يكون مدركا لها؟ ما هي هذه المقاصد؟ هو أول مقصد، هو هناك مقصدان رئيسيان ينبغي أن يكون حاضرين في العملية التعليمية. نعم. المقصد الأول هو إمداد هذه العقول، كل العقول التي تدرس العلوم الشرعية، بالمفاهيم الشرعية الصحيحة التي تجعل الناس يمارسون الإسلام ممارسة صحيحة. يعني ببساطة شديدة أنا أعرفه المضمون الإسلامي، والمضمون موضع داخل منهج، هو منهج هذا الدين. تمام. الشيء الثاني هو أن توارث العلم، توارث العلم، وتوارث العلم على مستويين: مستوى عام يتحقق بإمدادهم بالمعرفة بالشكل السابق، ثم مستوى خاص بأن يتخرج علماء آخرون جدد. يكون حاضرا في ذهن المعلم شيئان، هو أن يكون كما يقول أرضية ثقافية فكرية لفهم الدين فهما صحيحا، ويجب أن يكون فيها عوامل كثيرة من عوامل إيجابية تجاه هذا الفهم، وأن لا يكون هذا مجرد تقليد، سنأتي على ذلك، يعني قائم على الفهم والإدراك. ثم المستوى الثاني مستوى توريث العلم، وذلك بتخريج العلماء الحقيقيين العاملين. وينبغي أن يتعايش العلم مع العمل بهذه الصورة، ولذلك يجب أن يكون العالم نفسه والمعلم نفسه قدوة لطلابه، وأن يعلمهم أن هذه العلوم لا تعلم لكي نتزين بها أو لكي نماري بها أو لكي نجادل بها، هي تتعلم لكي تعمل، لكي يعمل بها. هذا على مستوى المدرس. ماذا عن مستوى المتلقي؟ ما المقاصد التي ينبغي، هي نفسها أم ثمة يعني مستويات أخرى من التفكير والمقاصد ينبغي أن يدركها؟
هو يعني ربما في هذا الإطار كل المقاصد حسنة، لكن يعني مثلا حتى لو جاء واحد لدراسة العلوم الشرعية لكي يسترزق بها ربما لا نعيبه بهذا، ولكن لا ينبغي أن ينسى الأساس في هذا، هو أن يتعرف على دينه تعرفا صحيحا سليما، وأن يكون من وارثي هذا العلم ومن ناقليه خلال الأجيال المتتابعة. فربما يعاب على بعض الشباب أن يقبلوا على العلوم الشرعية بقصد التوظف والحصول على الأرزاق، ولكن نقول لهم اطلبوا أرزاقكم حتى بالعلوم الشرعية لا بأس بذلك، ولكن لا ينبغي أن ينفصل ذلك عن حرصكم. أول أساس أقصد في هذه المسألة هو أن نكون حريصين على فهم هذا الدين وتلقيه تلقيا سليما صحيحا عن المختصين به العلماء، وأن نكون ممن يتشرفون بوراثته وتوريثه لمن بعدنا. بعد ذلك الأرزاق تأتي ولا بأس في ذلك إن شاء الله. نعم، إلى أي مدى، وخاصة في موضوع المعلم، إلى أي مدى هذه المقاصد متحققة على أرض الواقع اليوم من مناهج وتدريس في العلوم الإسلامية في الجامعات الإسلامية؟ ما مدى تحقق هذه المقاصد التي تحدثت عنها في عالمنا اليوم دكتور؟ هي لا تغيب، ولكن للأسف يعني يبدو أن صعوبة المعيشة وصعوبة الحياة نفسها وتراكم أسباب الضعف في عملية التعليم الإسلامية جعلت أكثر معلمي العلوم الشرعية عبارة عن موظفين، ليسوا باحثين متمكنين وليسوا عاملين بإخلاص للإسلام. لكن لا يخلو عالمنا هذا من وجود، لا أقول بس أفراد، ولكن هناك مؤسسات تعليمية إسلامية نشطة وجادة. لا أتحدث عن الاستثناءات وإنما أتحدث عن الحالة العامة في الأمة. هل هذه المقاصد برأيك متحققة على أرض الواقع؟ مقاصد نشر العلم لذاته وابتغاء مثلا مرضات الله ونشر التوحيد وإلى آخره، هل هذه المقاصد متحققة بين الأمة اليوم؟ الاستثناءات قائمة فقط، لكن للأسف الغالبية العظمى ربما لا نلمح فيها إلا عوامل الضعف المتراكم. يعني لا نريد نلوم هذا الجيل وحده، ولكن اللوم يعني ينطبق على أجيال متتابعة للأسف الشديد. نريد أن نتدارك هذا الأمر وأن يتداركه القائمون على العلوم الإسلامية حتى يدركوا هذه الأمة. أكبر باب من أبواب إنقاذ هذه الأمة إنقاذ التعليم والإعلام. إذا استنقذنا هذين الأمرين من يد من يوجهه إلى الشر والسوء وإضعاف الأمة، فنكون قد فتحنا بابا للعودة إلى يعني القوة. نعم دكتور، بعض المقاصديين الكبار ومنهم مثلا دكتور أحمد الريسوني انتقد مناهج تدريس العلوم الإسلامية وقال بأنها تغرق في التاريخية وتبتعد عن الواقع. أضف إلى ذلك أن كثيرا من النقاد الإسلاميين يعني العلماء والمفكرين والمهتمين يتحدثون عن تنميط التفكير لدى طالب العلم الشرعي في الجامعات والكليات الإسلامية. يعني هناك نمطية في التفكير، تقليد، لا يوجد تفكير مقاصدي، تفكير فهم عميق ابتكاري. برأيك إذا سألتك هل من تفسير لهذه الحالة؟ هو لأن المعلم تقليدي ونشأ على مناهج تقليدية، فبالتالي يتم يعني هو ينقل ما يعرف فقط. وأنا لاحظت هذا الكلام، وكان بعض مشايخنا دائما ينصح المتخصصين في شأن أو في علم من العلوم الإسلامية أو العربية بأن يقرأ ما يقابله على الشاطئ الغربي، لأن هذا المزج هو جمع بين الأصالة التي أنجزها أجدادنا وأسلافنا وبين الأصالة أو بين المعاصرة التي يتميز بها عصرنا. لذلك أنا من هذا المنبر ومن هذه القناة الفاضلة يعني أقول لكل المختصين في العلوم الإسلامية والعربية، ينبغي أن نقرأ في كل تخصص ما يقابله. فنقرأ مثلا في الشريعة الإسلامية، نقرأ فلسفة القانون، نقرأ مثلا في المتخصصون في علوم اللغة العربية، عليهم أن يدرسوا اللغويات الحديثة التي يعني ظهرت في الغرب وهكذا. هذا ليس لأننا مستعبدون لهم، ولكن المزج بين هذين الأمرين يعطي على الأقل الخبرة التي توجد إذا فهم الإنسان الجانبين، يعطي مزيجا رائعا جدا وجميلا، أحسن مما في الغرب وأحسن مما كان في تراثنا. نعم دكتور، حقيقة يعني بالرغم من أن هناك المئات إن لم يكن الآلاف من الجامعات والكليات والمعاهد الإسلامية، إلا أن الواقع الآن يشي بأن كثيرا من المفاهيم، مفاهيم العبادة ومفاهيم الإسلامية لدى عموم المسلمين غير منضبطة، غير دقيقة، وبالتالي كتب أكثر من مفكر إسلامي عن تصحيح المفاهيم، ومنهم الشيخ محمد قطب، الأستاذ محمد قطب، مفاهيم ينبغي أن تصحح. هل من علاقة ما بين مناهج التدريس وطرق التدريس وما بين هذه المفاهيم العقيمة أو غير الدقيقة أو غير الصحيحة لدى عموم المسلمين؟
كثير من المفكرين الإصلاحيين حاولوا أن يعني يعالجوا النقص الذي حدث بسبب العملية التعليمية. العملية التعليمية للأسف الشديد يعني ربما تجد يعني أنا أعرف بعض الناس يعني تخرجوا في كليات شرعية راقية ودرسوا 4 سنوات وخمس سنوات لا يقوم لسانهم بالقرآن، بل أعرف بعض الأساتذة الذين يعني يتخصصون في علم الحديث ولا يحسنون قراءة القرآن، لا يقيمون أحكامه. هذا بسبب أن العملية التعليمية يعني فيها فجوة وفيها ضعف شديد. فبالتالي مؤلفات غير الجامعيين من العلماء الكبار مثل الشيخ الغزالي مثلا وكثير من الإصلاحيين بشكل عام ما كانوا أساتذة جامعات، ولكنهم شعروا بالنقص في التفكير الحديث، في عقلية الشباب، في عقلية الناس بشكل عام. فبالتالي حاولوا أن يصدوا هذه الفجوة بأن يصححوا مثلا كتاب، أن يكتبوا كتابا في معنى العبادة والمقصود بالعبادة الإسلامية، وأن يصححوا يعني أن الإسلام ليس فقط مجرد صلاة وصيام، وأن الإسلام لا يعيش فقط في المساجد، وهكذا حاولوا أن يعني محاولتهم لإكمال أو لتصحيح هذه المفاهيم يعني أن الجامعات للأسف فشلت في أن تقوم برسالتها بشكل صحيح. نعم، أنت ربطت في مستهل الحلقة في بداية الحلقة دكتور ربطت بين سوء الوضع التدريسي أو طرائق التدريس أو العملية التدريسية بالمجمل وبين الواقع السياسي، ربطت ذلك بإرادة الحكام ومشيئتهم. لكن في أوروبا يمكن إنشاء جامعات إسلامية، هناك هامش من الحرية متاح، يمكن تقرير المناهج التي يعني يراها القائمون على الجامعات. لماذا لم يلجأ المسلمون إلى هذا الخيار وهناك الآن جامعات؟ هل هذا ينطبق عليها كما هي حال في الدول العربية والإسلامية؟ ليس في أوروبا فقط، بل حتى في بعض البلاد الآسيوية والبلاد الإسلامية غير العربية أيضا نشأت فعلا جامعات من هذا النوع، منها مثلا الجامعة الإسلامية في إسلام أباد والجامعة الإسلامية في ماليزيا وبعض الجامعات الأخرى والمعاهد التي في الشرق والغرب، هي ليست قليلة بالمناسبة، ولكن أيضا يعني تدخل فيها الأهواء أحيانا للأسف، يعني مع الوقت دخل فيها الأهواء ودخلت فيها يعني على سبيل المثال الهجوم على الإسلام واتهام المسلمين بأنهم متطرفون وكذا أدى إلى تقليص أو تضييق على الجامعات الإسلامية في كثير من البلاد. شعور السياسيين بأن في بلاد حتى في البلاد غير الإسلامية بأن هذه الجامعات يعني تنشئ شخصية حقيقة تنتمي بشكل صحيح إلى فكرها ودينها، هذا أدى أيضا إلى يعني أعمال للأسف يعني أدت إلى إضعاف هذه المشروعات على الأقل. يعني الجامعة الإسلامية في إسلام أباد مثلا، كيف ما ظهر هذا الضعف، كيف أضعفت؟ يعني حصل على سبيل المثال الجامعة الإسلامية في إسلام أباد حدثت مزاحمة بين التخصصات الشرعية واللغوية العربية وبين التخصصات العلمية، فصارت هذه كبيرة وعملاقة وصارت الأولى صغيرة وحقيرة للأسف، يعني كما حدث في جامعات أخرى في بلادنا. وأيضا نوعية الطالب الذي يأتي هنا غير نوعية الطالب الذي يأتي هنا. عندنا مثلا كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في إسلام أباد كانت كلية عريقة تخرج يعني القانونيين والقضاة وكذا وتدرب القضاة أنفسهم، الآن صارت مجرد كلية لتخريج المحامين وليس باللغة العربية الأصلية إنما باللغة الداخلية واللغة الإنجليزية. فيعني هذه المشروعات قامت بدور جيد جدا، ولكن أيضا حصل نوع من النكسة من الانتكاسة فيها يعني. طيب ألا يمكن استدراك هذا الأمر باللجوء مثلا إلى أوروبا أو بلاد الغرب أو حتى الأمريكا اللاتينية وإنشاء قاعدة علمية جيدة تكون مثلا منطلق لبناء عملية تعليمية أو تدريسية في البلاد العربية مستقبلا؟ يمكن بلا شك، وهذا أمر نحتاج إليه، ولكن يجب أن نخرج من عباءة السياسيين ذوي الأغراض، نخرج من عباءة هؤلاء، لأن هؤلاء يحبون أن لا ينفقوا شيئا إلا إذا كان خادما. وبالمناسبة أريد أشير إلى نقطة هنا، وهي أن المعاهد أو الكليات أو المؤسسات التعليمية التي أنشأها الغرب لدراسة الإسلام مثلا، يعني في لندن مثلا وفي كندا وفي هذه الدول، في باريس، هم أنشأوا معاهد تخدم نظرتهم للإسلام. وبالتالي الذي يقرأ المناهج التي قرروها على الطلاب في الغالب هي تدور حول العلوم الإسلامية، تدور تريد تفهم شخصية الأمة المنتمية لهذه العلوم أكثر مما تريد أن تغوص في داخل هذه العلوم. طبعا نحن لا نطالبهم بأن يدرسوا القرآن ويجلسوا ليقرأوا القرآن على طريقتنا أو يقرأوا البخاري ومسلم على طريقتنا، ولكن واضح أن طريقتهم ناقصة، لا تلائمنا أن ندور حول العلوم الإسلامية ولا ندخل فيها في داخلها وفي محتواها. يعني كنت يعني كتبت شيئا قصيرا، مقالة قصيرة عن معهد الدراسات الإسلامية في جامعة ماجيل في كندا،
ولاحظت هذا، المناهج كلها تدور حول العلوم الإسلامية، لا تدرس العلوم الإسلامية كعلوم وإنما تدور حولها، مثلا تاريخ علم الحديث كيف نشأ الحديث، ويتبنون الرؤية المشهورة أنه نشأ على يد الفقهاء الذين أرادوا أن يؤيدوا آراءهم الفقهية فأبدعوا أو يعني اخترعوا هذه السنة ونسبوها إلى أجدادهم وكذا. فهم يدورون حول تاريخنا ويدورون حول علومنا ولا يغوصون فيها. يعني أفهم من كلامك دكتور من بعد ما تفضلت به بأن في البلاد العربية الجامعات الإسلامية تسير نحو الأسوأ، تفرغ من مضامينها، الطلاب ضعيفون، حتى المدرسون إلا من رحم الله طبعا، وكذلك يعني هناك انتكاسة في الجامعات والكليات الإسلامية في آسيا، حتى في أوروبا توجه الحكومة من منظور سياسي. هذا الوضع في البنية التعليمية والتدريسية في الجامعات والكليات الإسلامية إذا استمر على هذه الحال إلى أين نحن سائرون؟ هو يعني دائما يعني الجسد الإسلامي دائما يستجيب للمخاطر. أعني أن الجسد الإسلامي بفضل الله تعالى جسد دائما حي، حينما يشعر بشيء أساسي ناقص تقوم مباشرة تحدث استجابة. الجسد الحي دائما له استجابة لرفض العناصر التي تؤدي إلى موته. فأنا هناك طبعا هناك ضمائر كثيرة وعقول كثيرة تلاحظ هذا النقص وهذه الإشكالية. ويعني مثلا هنا في تركيا مثلا هناك إنشاء بعض الجامعات، يتم إنشاء بعض الجامعات، بل نشأت إحدى الجامعات الكبيرة في دراسة العلوم الاجتماعية من وجهة نظر إسلامية. هناك جامعة الزهراء التي كان ينادي بها بديع الزمان وغيره. فأنا أظن هناك استجابة ومحاولات لتدارك هذه الإشكالية في واقعنا. يعني أعني أن الأمة حياتها وبقاؤها سيؤدي نوع من الاستجابة لهذا التحدي القائم بإذن الله تعالى. هذا تدارك نريد أن نبحثه بعد العودة من فصل أخير لو سمحت لي. نذهب إلى فصل قصير ومن ثم لنا عودة. أهلا وسهلا بكم إلى المحور الأخير من حلقة اليوم عن مناهج تدريس العلوم الإسلامية والحديث، دائما مع دكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية. دكتور، يعني الآن العالم الإسلامي المراقب والمتابع أن عدد العلماء، وقد أنت أشرت إلى هذا في سياق الحلقة، عدد العلماء على المستوى الكمي وعلى المستوى النوعي في تناقص مستمر. كيف يمكن قياسا بالأزمنة السابقة طبعا، كيف يمكن استدراك هذا الأمر انطلاقا من العملية التدريسية في الجامعات والكليات الإسلامية؟ يجب أن تتضافر جهود المخلصين في يعني إنشاء المؤسسات التي تقوم على العملية التعليمية. من أحسن المشروعات التي يخدم بها الإسلام في هذا الزمان المشروعات التعليمية. وأنا أظن أن هناك مساحات، إذا كان هناك تضييق في كثير من الأماكن، لكن هناك مساحات يمكن العمل من خلالها. بل أظن أن العلوم توارثها ليس متوقفا على وجود هذه المؤسسات، بل هناك الدروس العامة ويعني المشايخ الذين يعني يقرأوا الناس على عفوا دكتور، هذه الدروس التي تتحدث عنها والكليات الكثيرة ومنتشرة، يعني مع ذلك لم تقدم شيئا. وهنا لو عدت معك قليلا إلى الوراء، يعني ربما تكون المشكلة في العملية التعليمية، طريقة التلقين، الطريقة التقليدية. هل المسألة هنا في كم المعلومات التي ينبغي أن تمرر إلى المتلقي، أم نوعية المعلومات والكيفية التي يتم من خلالها تمرير هذه المعلومات؟ نحن نحتاج إلى الجمع بين الكم المناسب والكيف الذي يلائم العصر. يعني نحن لا نريد أن نحشر أو نملأ عقول الطلاب بمعلومات بكم هائل من المعلومات دون أن يكون هناك رؤية أو مقصد من هذه المسألة. فنحن نريد أن ننشئ الطالب عنده معرفة بالقرآن باعتباره المصدر الأول، وعلى علاقة بالسنة. طبعا أنا أتكلم بشكل عام وليس في التعليم الجامعي وحده. نحن نريد أن ينشئ الطالب على علاقة مباشرة بهذين المصدرين أولا، ثم يعني العلوم الإسلامية هي فقه هذين المصدرين، هي فقهه، سواء تكلمنا عن العقيدة أو علوم الحديث أو علوم التفسير، فقه، لا أقصد الفقه بمعنى فهم هذه، ولكن الفقه وفهمها. فنحن نريد أن نمدهم بقاعدة عامة يعني حتى يستطيعوا أن يعبروا عن شخصيتهم الأصيلة تعبيرا صحيحا.
المؤسسات التعليمية الإسلامية القائمة، أنا لا أعني أننا فقدنا الأمل فيها، ستبقى هذه المؤسسات، وينبغي على القائمين عليها، هذه مسؤولية تاريخية أمام الله عز وجل أولا، ثم أمام أمتهم، ثم أمام التاريخ، مسؤولية أن يعني يصححوا مسار هذه المؤسسات، وأن يسعوا قدر الإمكان إلى مهما تكون المعوقات التي أمامهم، ينبغي أن يعني يبذلوا شتى الجهود لاستنقاذ العملية التعليمية في بلادنا، ونقل كما تلقوا العلوم عن مشايخهم وتلقى مشايخهم عن مشايخهم وهكذا. فنحن في المسؤولية في يدنا الآن، في يد الجيل القائم الآن، ويجب أن تؤدى المسؤولية بشكل صحيح. يعني دكتور أنت قلت بأنه ينبغي تصحيح هذا الأمر ومن خلال المخلصين والقائمين على هذه الجامعات، هل الأمر رهن أو بإرادة أو نظام سياسي معين، أم رهن بوجود رؤية لدى القائمين على الجامعات الإسلامية؟ أين بيت القصيد هنا؟ هو يعني يعني أنا أظن أن السياسي يمكن التغلب على غبائه، هو يريد فقط ناس لا يعارضونه، ويعني ربما يكون خشيته من العلوم الإسلامية أن تخرج معارضين سياسيين. نحن لا نريد أن نخرج معارضين سياسيين بالمعنى الحزبي، نحن نريد أن نخرج ناس على درجة جيدة من فهمهم لهويتهم ودينهم وشريعتهم. نحن لا يعني لا نوظف التعليم توظيفا ايديولوجيا، وانما نوظف التعليم توظيفا يصل الناس بجذورهم واصولهم، ويصل الناس بالله سبحانه وتعالى، هذه وظيفه التعليم. فالمساله ليست يعني اقصد بذلك ان القائمين على العمليه التعليميه ينبغي ان يركزوا على هذه النقطه، اننا نقوم بواجب يعني حمله الانبياء وبمهمه قام بها المرسلون، هذا شرف لهم، ولكن ليس شرفا مجرد كلمة ولا مجرد لقب، ولكن واجب يقوم به بالشكل المناسب، هو أن يحسن ربط هؤلاء الناس بهذه الجذور، ربط الناس أو المتلقين بالمصدرين الكتاب والسنة وربطهم بالله سبحانه وتعالى. هل هذا حكر على الجامعات؟ ألا يمكن أن يعاد الاعتبار هنا مثلا للكتاتيب والمساجد والجوامع مثلا؟ صحيح، ويعني المسألة عملية يعني يمكن أن يشارك فيها عدة مصادر، عدة جهات، حتى الكاتب المؤلف الذي يكتب الثقافة الإسلامية يقوم بواجب تجاه هذه المسألة. ولكن من العيب أن يكون هناك، أنا أعرف رجلا مثلا منذ 30 سنة يجلس في مسجد يعلم من يريد يأتي إليه القرآن بين المغرب والعشاء كل يوم في مسجد منذ 30 سنة أو يزيد، عيب أن يكون هذا الرجل وحده يقوم بواجب أو بوظيفة أقوى من وظيفة كلية أو جامعة أو قسم، عيب على القائمين على هذه الأقسام، أن يكون رجل واحد وهو مهندس يحسن قراءة القرآن وقراءاته وهب نفسه للقرآن، من العيب أن يكون هناك مؤلف يؤلف الكتب فقط للناس وظيفته أحسن من وظيفة جامعة أو جماعة قائمة على المفاهيم الإسلامية. أشكرك دكتور نبيل، يعني انتهى الوقت، أشكرك شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي في نهايتها أشكر دكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، كل الشكر لكم، في حراسة الله.